اصدقائي خرجت اليوم نورمالمون على رجلين غنبداو من هنايا هنايا هذا واد القنار هو هيك. بول ما لحد الان باقي ما طلعنا شيء للفوق لانه هو غادي هو كيضيع الماء لان الارض انتما كتشوفوها يعني ارض رمليه رمليه معناها كاين اللي فويت بزاف كيفاش شحال ما هبطتي للاسفل ديال الوادي غتلقى الماء والو ما كاينش شحال ما طلعتي غتلقى الماء باقي كيخرج من هاد المرتفعات الريفيه. الو كيفاش توصلنا لهنايا انطلقنا سيدي ستبينا ان غرون تاكسي دونك تعاقدنا معاه يجيبنا حتى لهنايا ومن هنايا عاد غنبداو يعني لا مارش ديالنا. خرجنا بالضبط على الساعه الخامسه يمكن شي 5 دقائق ولا 5 الصباح معناه تقريبا ما ناعسين والو انا نط مع 4 الصباح كيف ملي كنكون مقبل على خرجات من هذا النوع في الغالب ما كنعش مزيان مي بون واخا هكا كتجي الطبيعه سبحان الله العظيم بحال واحد الشحنه كتعطى لك الجسم ديالنا غريب غريب. الو الطريق اللي شدينا من طنجة لتطوان الو ما كندخلوش اي بيان سور لتطوان كندوزو على الطريق اللي كتدي الطريق الساحليه اللي كدير الحسيمه دونك كندوزو بعمسة أزلا ودلا وسطيحات اكسيتيرا حتى كنوصلو لواحد القنطرة اشنو مسمية ديك القنطرة اللي دزنا منها سي ها؟ القنطرة اللي دزنا منها القنطرة ديال واد القنار القنطرة ديال واد القنار ياك دونك من تما عبر حد بني زياد عبر حد بني زيان و... بني زياد بني بني زيات بني زيات بالتا انا قلت النون بالتا وعلى منظر واعر 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 شوف 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 وليدات صغار غادي جايين من المدرسه ولا غاديين لان باقي الصباح دابا دونك فين عندهم مدرسه هانتم المعاناه ديال ولكن تبارك الله كيتادابطوا مع الطبيعه المواطن المغربي هو هذا بحال المعيزات هابطين شوف 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 كي هابط شوف 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 تبارك الله عندك دراري صغار بون هنايا هادي هي الكات كات ديال هاد لي فواتور هادو روبيست في المناطق الجبلية كنظن اون مرسيدس واقيلا هاديك هما الدراري صغار مساكن غادي للمدرسة الحمد لله هادي ظاهرة صحية وتكون صحية أكثر لو كان شي هاد الجماعة القرويات تشوف حل هادو شي بتيت فورغونات و توصلوا للمدرسة شو من غير يدوزوا هذا نورمالمون هذا راه في الايام ديال الشتاء راه ما يقدروش يدوزوا من هنايا اذا الى الملتقى في الفيديو رقم 2